السلام عليكم اخواني، مرحبا بكم، معكم اخوكم القنوري عبد اللطيف. الان احنا دايرين واحد الجوله في حديقه اللقالق بمدينه بركان، وشفت واحد البادره طيبه اللي قام بها الشيخ منير رئيس جمعيه مستخدمين النظافه، الله يجازيه بخير. الهدف اعزائي احبائي من هذه الخطوه وهذه البادره الطيبه هي جعل هذه المنطقة اللقالق خضراء ومتنفس لجميع سكان مدينة بركان. والآن أعزائي معنا السي منير رئيس جمعية مستخدمين النظافة اللي غادي يقولنا بعض الكلمات، الله يجازيه بخير. تفضل السي منير. السلام عليكم. أول حاجة كنعرف بالاسم تاعي واسم الجمعية بالصفة الشيخ منير رئيس جمعيه عمال المستخدمين النظافه واصدقاء البيئه للاعمال الاجتماعيه الرياضيه الثقافيه التربويه والمحافظه على البيئه التنميه البشريه بركان. الموضوع اللي نهضروا عليه اليوم هو النشاط اللي قامت به الجمعيه نتاعنا في اطار حملاتها المنظمه ان شاء الله في هذه السنه والبرنامج اللي متخذته هذه السنه، هي نظافه جميع الاماكن الخضراء وتحت شعار مدينتنا مرآه مجتمعنا. اول حاجه كانت الفكره من بعد قمر اعضاء الجمعيه، يعني الفكره جات من اعضاء الجمعيه بان باش نشوفوا كاع المساحات الخضراء ان شاء الله ونديروا فيهم النشاط نتاعنا. اول حاجه نبداو ننظفوهم، يعني كاع هذاك الشيء اللي زايد. المهم النظافه اول حاجه، الاعضاء بالنسبه للاعضاء هما عمال النظافه، بالنسبه للاعضاء نتاعها عمال النظافه بصفه الاول، يعني اولها وثاني اصدقاء البيئه. كانت الفكره كما قلنا تنظيف المكان، من بعد الحديقه ان شاء الله ما تكمل، يعني تفينا وتريقل والاخر غادي ندخل السيدي حمده بركان الوالد صالح، مخبره الوالد صالح لازاله الاعداء عنها. من بعدها غادي نشوفوا يعني البيئه نتاعنا، نشوفوا واش كاين شي تشجير شي ورود شي حاجه اللي مستقبلا ان شاء الله. حنا بغينا هذا الفضاء يكون مستقبلا، اللي يكون زاهي كما نقولوا، راه احسن بلاصه في بركان واودح بلاصه في بركان. كنعرفوا انها كتجمع بزاف الحوايج، ماشي الوسخ الوسخ مخدور عليه، يعني كتجمع حتى النوعيه نتاع البشر والشرائح الكبيره يعني اللي كاينه واللي كيعمرها الشرائح الاجراميه بالانسان ما كيفوتش، وهي منطقه حساس بين بركان، هي الدخله نتاع بركان، يعني البوابه الرئيسيه، يعني كما قلت اودي راها احسن بلاصه واودح بلاصه، راها لا اله الا الله كما نقولوا، راه كاع الناس نتاع بركان وكاع المجتمع المدني نتاع بركان عارفها، مدينه السوال وكل شيء راه باين. وكما قلنا الهدف نتاعنا ان شاء الله انها تولي جرده، جرده منتزه منتزه، يعني بمعنى الكلمه بارك بمعنى الكلمه، يكون فيه واحد المقصف، يكونوا فيه طيور نحافظوا فيه على الطيور، نهيئوا لهم بلايصهم، يكون لما لا ما كانوش الدراري صغار فين كيديروا السبور فين يجريوا فين، ما كرهناش هاد الحوايج. وحنا مستعدين كجمعيه نسهروا على النظافه نتاعها، نلتزموا ب والله يا ودي اللي بغى يتطوع بيبانها مفتوحين، وباغين هذا المنبر هذا ننشد كاع الجمعيات اللي في بركان، جميع الجمعيات اللي يعطيونا يزوج زوج، حنا نردوا هاد الدنيا جنه. يزوج الا كاين 500 راح نوليو في 1000، الا عطاونا يزوج غادي نوليو في 1000، ما نتبقاو سبعه د الناس، راه حنا دركا في هاد الساعه سبعه د الناس، وكاين بعد الاعضاء الشرفيين اللي عندنا هما اربعه، بعد المنخرطين يعني ما غاديش نفوتوا 20 واحد، والحمد لله في ظرف ما كاملاش واحد سيمانه هكذاك دينا الحد الاثنين ثلاثه الاربع. تغيير راه الله ياودي راه الحمد لله، بصح عاوتاني راه بلا اليات بلا اخر ما تقدر الجمعيه دير حتى شي حاجه، يعني كانت واحد المساعده ما نكروش. نهار الحد الاولي اللي كانت اول مره، راه كانت نهار السبت ما كانش نهار الحد، خليني تلقي نتاعها كانت نهار الحد، بصح تهيئ الحمله كان نهار السبت. نهار السبت لقينا واحد الانسان اللي الله يرحمه الوالدين وعاوننا ومشكور بهذا المنبر هذا، راه حنا كنشكروه رشيد اسويس المسؤول تاع اسويس، دار واحد الالتفاته يعني مشكور عليه الله يرحم الوالدين. وكاين السلطات عاوتاني حتى هي ما نساوش خيرها، واخا كاين اللي ساهم بحال بالنسبه للسيد الباشا الله يكثر خيره ويجازيه، عطانا الرخصه ورحب بالفكره ومعاوننا ولحد الان واقف علينا، كيجي كيشوفنا كيتفقدنا. المجلس البلدي كذلك، واخا كنا نطمحوا ان المجلس البلدي هو الذي يعاوننا اكثر، يعني فهمت، يعني ما ديش ما يسمحش لنا يدير معنا الحمله ويمشي
ويستنى حتى لحد الجاي ولا كيخصو يوفرنا اليات راه مجلس بلدي زعما فهمتيني هو اللي صارع حتى هو النظافه. بالنسبه كاين واحد التساؤل اللي بغيت نتسائلو انايا، الشركه نتاع النظافه هنا في كاين نقطه استفهام، الشركه نتاع النظافه صيفط لنا الخدامه نتاعها ماشي ما صيفط، صيفط استاد الناس بلي باك نتاعهم بلي بالي نتاعهم بالشاطب نتاعهم، مي هذوك استخدموا الشريع، الشارع راه داخل البروغرام نتاعها، هذاك الشارع نتاع اللي حدا الجرده حنا جايين نخدموا الجرده، عاونتنا باللافوز الله يكثر خيره الله يكثر خيرها حتى هي لافوز اللي جاتنا مع 6 د العشيه ومشات مع 7 د العشيه، يعني رشينا بها ما خدمناش شي حاجه نتاع الاخر، مع انني انا واحد من الناس خدام في افيردا كنقول لك عمان ومستخدم افيردا، انا ما كنت نتمنى الكثير من الشركه نتاعي هي الاولى لكل مدعم الاساسي للجمعيه، ماشي هي تجي تالي ونشوف، بالعكس انا تفرحني الشركه نتاعي من القاهي الاولى اللي مدعماني قبل البلديه قبل اي حاجه، خطره هي اللي متكلفه هي اللي عطينا التفويض، وكنشكر السي مصطفى القاروي حتى هو ما نساوش حتى هو اللي دار واحد الوقفه مجموعه الجماعات من هاد السي شوقي الله كثر خيره حتى هو كان، ونشكروا السي الشملالي اللي وقف يعني جا وقف مع ايه هذيك الحضور، والاخ اللي يعني عندي واحد الاخ وصديق اللي جا وكتب حتى هو الله يكثر خيره مهدي الحسيني، وعاوتاني كنشكر السي حسن الحسيني اللي جا والوالد نتاعنا الله يشافيه بهذا المعنى هذه، انا كنطلب له الشفاء مع انه مقعد كفى انه مقعد وجا شارك، يعني واش هي الغياب نتاع الجمعيات نتاع بركه هذه اللي بغيت، يعني ما كاين نقطه استفهام هنايا يعني. فهمت هنايا كنتسائل علاش ما جاوش